أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. صدق الله.